جاي مكان وايد حلو، لونج كافيه حق القراءة خاص. السلام عليكم. بس ابي اعرف شنو الكافيه هذا؟ ميوز لاونج هو عباره عن بوك ستور، هو عباره عن مكتبه وكافي شوب وارت جاليري، هو مكان التقاء ثقافي وصير عن عمسيات شعريه، عزف موسيقى، توقيع كتب وكتاب يجوا لعنا هون. هو مكان للميديتيشن ريلاكسينج، انك تقعد تقرا، تقعد مع اصدقائك، تقعد بشكل هادي ولطيف، مكان ثقافي بكل بساطه. تمام. قلت لي اقدر يا اني اشتري الكتاب او اني اخذ الكتاب اقراه. فيك تقعد اذا بدك تطلب من عندنا من القهوه اي شيء، فيك تقعد تطلع على الكتب الموجوده من عندنا اللي هون، او فيك تشتري كل الكتب هي للبيع. طبعا عندنا اقسام كبيره وعندنا كتب انا موجوده باي مكتبه اخرى بالكويت يعني. حلو. انزين، وقلت لي متى عزف البيانو عندكم؟ انا بصير اعزف لايف ميوزك، بصير بيانو وساكسفون احيانا الخميس والجمعه من الساعه 7 ل 9 مساء. شكرا. وين المكان؟ المكان بالسيمفوني مول بالسالمية شارع الخليج العربي، نحن موجودين بالسرداب الطابق السفلي. ميوز لاونج. يعطيك العافية. كان وايد حلو. اللي شفته انه وايد هادي، يقدر واحد ياخذ كتاب ويقعد يقرا، يقدر اي كتاب موجود جديد ياخذه، مجرد انه يطلب قهوته وياخذه اي كتاب جديد. وشغلة ثانية، في كتب موجودة ما لقيتها بأي مكان بالكويت إلا يمكن عنده. ترى مستغرب شلون هالكتب بعضها ممنوع. وبس والله.